دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك في كارديو اليكس 2018. ممكن حضرتك تعرفنا بنفسك؟ انا اسمي الدكتور اخلاص علي عبد الواحد وافي. انا استشاري القلب في مستشفى مصر للطيران ومستشفى القاهره التخصصي، مستشفى وادي النيل، ومستشار الطبي للسي اي بي يعني، وحاجات كتيره كده. وكنت نائب رئيس الجمعيه المصريه لتصلب الشرايين دكتور اسامه عبد العزيز مده اكتر من 15 سنه. اهلا وسهلا بك. ممكن حضرتك تقول لنا رايك في كارديو اليكس السنه دي؟ والله كارديو اليكس السنه دي ممتاز وعلى احدث طراز يعني من المؤتمرات، في التنظيم على اعظم درجه من التنظيم الالكتروني، وايضا في المسائل التخصصيه مواضيع كلها ابديتد ومواضيع جديده جدا، وايضا في المسائل التداخليه يعني الاسطره التداخليه فيها لايف ترانسميشن لسه انا طالع منه دلوقتي. كان الدكتور محمد صبحي الحقيقه هو صاحب الفضل لكارديو اليكس دوت منذ البدايه، وكنا معاه احنا الحقيقه، وشفنا حاجات جيده جدا، وحصل تدخل حاليا دلوقتي الصبح لانسداد كامل للشريان التاجي، ودخلوا بحاجه اسمها مايكرو كاستر، وحقيقه شغل حديث جدا جدا جدا. دي من مسائل اما مسائل العلاجيه فجميع شركات العالم موجوده، واحدث العلاجات وخاصه علاج هبوط القلب الجديد، والحقيقه له سمعه طيبه وهيجيب نتائج طيبه قوي للناس اللي عندهم فشل في عضله القلب وهبوط في عضله القلب، وايضا فيما يتعلق بكهرباء القلب وفيما يتعلق بالايكو بموجات صوتيه على القلب، يعني حاجات جميله جدا في كل تخصصات القلب. دلوقتي بقت عده تخصصات، كان زمان الكارديولوجي تخصص واحد، دلوقتي بقى تخصصات شتى، سب سبيشاليتي كتيره قوي. ناس متخصصين بيقعدوا طول عمرهم في الايكو، ناس تقعد طول عمرهم في كهرباء القلب او في الالكتروفيسيولوجي، ناس تقعد طول عمرهم مثلا في الاسطره وفي ما الى ذلك يعني. ان شاء الله يفضل كارديو اليكس احدث حاجه كل سنه ان شاء الله. ممكن حضرتك تكلمنا شويه على واحده من البرزنتيشنز اللي اكشلي طبقت من بتوع حضرتك؟ الحقيقه من البرزنتيشنز اللي قدمتها في كارديو ايجيبت بقى المؤتمر الكبير بتاع الجمعيه المصريه لامراض القلب، كان سنه 2006، كان بقى عن البولي بيل، ان انا اخترعت في هذا الوقت ان تكون القرص او الكبسوله فيها عده انواع من العلاج، يعني عده عقارات، يعني اكثر من عقار واحد يعالج الحاله. فاقترحت ان لمرضى الضغط ان يكون في مثلا حاجه اسمها اس انهبيتور، وحاجه اسمها دايوريتيك، وحاجه اسمها مثلا كالسيوم شانل بلوكر، وحاجات زي كده. واقترحت بدل ما المريض ياخد 10 اقراص مثلا الصبح، ياخد قرص واحد فيه خمس مكونات او شيء من هذا القبيل يعني، وشرحناه بالتفصيل. الحقيقه استجابت بلاد العالم كلها لهذه المحاضره، لنود اول ناس عملوها، ثم بعد ذلك دلوقتي نوفارتس عملت الاكس فورز اللي فيها ثلاث انواع من الادويه، وايضا كفرسيل عمل، كفرام عمل نوعين من الادويه، يعني الناس كلها سيرفي، شركه سيرفي استجابت الفرنسويه، وشركه طبعا نوفارتس السويسريه استجابت، وشركات العالم كلها. كنا نتمنى ان وبعض الشركات المصريه استجابت اخيرا في باثنين وثلاثه عقار في قرص واحد يعني. تقولها للفيزيشنز من اهم الحاجات اللي بنقولها بالنسبه لتخصصنا في الكارديولوجي، ان ما فيش حاجه اسمها اروح اكشف على العيان في البيت لما يكون عنده chest pain، لما يكون عنده وجع في الصدر والام الذبحه الصدريه، حتى ما يمكنش ابدا ان انا اروح اكشف عليه في البيت ابدا، بل بالعكس ان انا اطلب له 123 عربيات الاسعاف، وعربيه الاسعاف بتعمل رسم قلب في الحال وبتعمل وبتبلغنا بالتليفون او بالكونكشن كوميونيكيشن يعني، بنشوف حتى رسم القلب، او لما كانش في هذه الوسيله بنقول بتكلم النايب في العنايه المركزه يقول لها يا اما تديله حاجات مذيبه للجلطه او لا، لان المساله بتعتمد على الوقت يعني، في اول ساعه من بعد جلطه اول ساعتين او ثلاث ساعات، وكل لما نكون بدري احدث لما في حدوث جلطه في القلب في الشريان التاجي بيبقى نسبة الشفاء فيها 90 و95%، لكن لو تأخرنا بعد الساعة الرابعة أو بعد الساعة الستة أو بعد الساعة الثامنة النسبة بتقل، بتبقى 80 و70، ثم بعد ذلك بعد 24 ساعة الحقيقة بتبقى النسبة يعني للشفاء أقل من 50%. بس كده اللي هو تحرك كده.